مشهد يتكرر يوميا منذ 17 أكتوبر. ساحة النور في طرابلس تغص بآلاف المحتجين. حماسة المتظاهرين هنا واضحة، ومطالبهم الكبيرة يعبرون عنها بكل سلمية وبطرق فريدة. تساعدهم في ذلك ما بات يسمى هنا بمنصة عاصمة الثورة. فممثلو الحراك ومرددو الهتافات والمغنون يصعدون للمنصة لبث الحماسة في صفوف الجماهير، كل عبر طريقته الخاصة. وعن طريق الموسيقى والأغاني والفن يوصل أهالي طرابلس رسائلهم، راسمين طريقا جديدا للتغيير بعيدا عن العنف والدم والرصاص. مشهد غير صورة طرابلس التي حاول البعض إلصاق تهمة التطرف بها، فإذا بالمحتجين يحولونها عنوانا للفرح والسهر والثورة. وباتت هذه الساحة مقصد المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية. ليس ذلك وحسب، بل تحولت إلى ما يشبه بصالة أفراح، حيث شهدت حفل زفاف لعروسين يؤيدان مطلب التغيير. وبانتظار تحقيق مطالبهم بتشكيل حكومة من مستقلين وبرحيل الطبقة السياسية الحاكمة، يؤكد المحتجون بقائهم في ساحة النور حتى تحقيق هذه المطالب، مع التأكيد على وجود خيارات بديلة للضغط على المسؤولين السياسيين. يحيى خير الدين، سكاي نيوز عربية، طرابلس.